بسم الله الرحمن الرحيم. مادتنا لهذا اليوم هي Computer Networks Fundamentals قصص شبكات الحاسوب Chapter 3 Part 1 الجزء الأول من الفصل الثالث. عنوان الفصل هو Error Detection and Correction، تحسس الأخطاء وتصحيح الأخطاء، الأخطاء اللي تحصل على الداتا أثناء انتقالها من Sending Side إلى Receiving Side. أثناء انتقالها الداتا مالتي راح تتعرض إلى Noise، تغير بالديتا مالتي، فشون راح نتحسس هاي الاخطاء وشون عمليه تصحيحها. بطبيعه الحال احنا عندنا بالشبكات لازم تكون الديتا من ترسل من السيندينج سايد الى ريسيفينج سايد تكون خاليه من الاخطاء، واذا اكو اخطاء لازم اتحسسها واعدل. اذا we must able to transfer data from one device to another with complete accuracy، يجب ان تصل من الجهه المرسله الى الجهه المقصود تصل ب دقة وخالية من الأخطاء. وإحنا system that cannot guarantee that the data received by one device are identical to the data transmitted by another device. وماكو شيء يضمن لي إنه هاي الداتا من تنتقل من sending side إلى receiving side خالية من الأخطاء. على هالأساس إنه أنا لازم أقوم بعملية تحسس هاي الأخطاء وتصحيح هاي الأخطاء إن أمكن. قبل ما نجي على عملية الـ Error Detection and Correction، خلينا نجي عن نتكلم عن Types of Errors، أنواع الـ Error اللي تحصل. الـ Error اللي تحصل على الداتا هي عملية تغيير 0 إلى 1 أو الـ 1 إلى 0، 0 إلى 1 أو 1 إلى 0. عدد البتات اللي راح تنصاب أو تقوم بعملية تتغير من 0 إلى 1 أو من 1 إلى 0 هو على اساسه تم تصنيف types of error. اذا ثلاث انواع عندي من الايرور او من types of error. اول نوع نسميه single bit error، الثاني multiple bit error، والثالث البسط error. خلينا نجي نتكلم عن واحد واحد. نجي على single bit error. single bit error هو only one bit has been corrupted، فقط بت واحد تغير من 0 الى 1 أو من 1 إلى 0. إذا بالـ single bit error only one bit has been corrupted أو change من 0 إلى 1 أو من 1 إلى 0. خلينا نجي على هذا sending side. عندي هاي data مالتي أثناء الاستلام بالـ receiving side، هذا 0 تغير إلى 1. شنو سبب تغيره؟ تعرض إلى noise أثناء انتقاله وتغير من 0 إلى 1. هذا النوع نسميه single bit error، فقط بت واحد يتغير، فقط بت واحد يتغير أثناء الاستلام. هذه البت الداتا الصحيحة، بس هذا البت هنا موقعه تغير بالاستلام، صار من 0 إلى 1. سمي هذا النوع بال single bit error. نجي على multiple bit error. more than one bit are corrupted، أكثر من بت ممكن يتغير. خلينا نجي شوف عندك هذا بالسيندينج سايد هذا بالريسيفينج سايد، اثناء عمليه الانتقال صار في تغير. منو تغير؟ شوف هذا البت تغير من 0 الى 1، وهذا البت من 1 الى 0، وهذا البت من 0 الى 1. كم بت تغير؟ عدد البتات 3، عدد البتات اللي تغيرت 3. بس هذه النوع المالتيبل بت ايرور الى بدايه ونهايه، بس مو متسلسل. عدد البتات المصابه غير متسلسله، او الكروبتد اللي صار بها تغيير غير متسلسله. فهذا المقطع نعتبر كله اللي هو صار به، فمن بدايه النهايه كم بت هو؟ 1 2 3 4 5 6. عدد البتات الكلي هو 6 بت، بس عدد البتات اللي صار بها كوربتد هو 3. نجي على النوع الثالث يسموه البص ايرور. البص ايرور more than one consecutive bit are corrupted، اكثر من بت واحد انصاب، بس البتات شو تكون؟ consecutive يعني متسلسله. خلينا نشوف. شوف هذا البت هذا بالسيندينج سايد هذا بالريسيفينج سايد. كم بت عندي هنا انصاب؟ اكثر من واحد، بس شنو هو؟ متسلسل. 1 2 3 4 5. خلينا نجي
الأول تغير إلى من 0 إلى 1، الثاني أيضا من 0 إلى 1، والثالث من 1 إلى 0، والرابع من 0 إلى 1، والخامس من 0 إلى 1. عدد البتات 5 بت، وهاي البتات متسلسلة consecutive، إذا هذا النوع شو نسميه؟ بس إيرور. إذا صار عندي ثلاث أنواع: single bit error، multiple bit error، وبس إيرور. هاي الأنواع مهمة، تصنيف أنواع الإيرور. شلون تكون عملية الإيرور هي أو اللي تحصل؟ تغير 0 إلى 1 أو 1 إلى 0. بعد ما تكلمنا على أنواع الإيرور، أنواع الإيرور، راح نتكلم على number of bit affected، عدد البتات اللي ممكن أن تصاب أثناء عملية انتقالها وتعرضها للنويز. تعتمد على شغلتين، الشغلة الأولى على الديتا ريت، يعني كم بت بالسكن، سرعة انتقال البتات بالسكن كم بت. إذا الديتا ريت تقاس بالبت بير سكن. وعلى duration of noise، يعني الزمن مال نويز، time of noise، بيش يقاس الزمن مال نويز؟ بالسكن. إذا number، قانون شو يقول لي؟ number of bit can be affected عبارة عن حاصل النويز في البت ريت. النويز بيش يقاس؟ بالسكن، والبت ريت يقاس بالبت على سكن. ما يصير كيلو بت على سكن، لازم احوله. والنويز لازم بالسكن، بما انه ماخذ بت على سكن لازم بالسكن. السكن ويا السكن شو بقالي؟ ناتج بالبت. البت شو يمثل؟ عدد البتات المصابه. اذا هذا القانون هو عباره عن حاصل ضرب النويز في البت ريت يمثل لي نمبر اوف بت كان بي افكتد. نجي على اكزامبل نمبر 1، يقول لي ديسكرايب بريفلي ذا بس ايرور and mention how many bit can be affected by noise in data sent at the rate. ده يقول لك الريت، البت ريت 1 كيلو بت بير سكند، والنويز 0.01 سكند. شوف البت ريت، البت على سكند ناطينها بالكيلو، اذا لازم شضربه في 10 اس 3، والنويز بالسكند ناطينها، ما عندي مشكله. اول شيء خل اجي المطلب الأول، تعريف الباست إيرور هو means that two or more bits in data unit have changed from 1 to 0 or from 0 to 1. أيضا ضيف وياها consecutive more than two bit أو two consecutive bit متسلسلة. زين المقطع الثاني يقول لي احسب لي number of bit can be affected. قلنا عبارة عن noise في البت ريت، النويز بالسكند، والبت ريت بالبت على سكن. بما انه انا ناطنيها النويز بالسكن ما عندي مشكلة، بس البت ريت ناطنيها واحد، كانت 1 كيلو بت اضربها في 10 اس 3، حاصل ضربهم يطلع لي 10 بت. اذا عدد البتات المصابة او اللي تعرضت الى التغيير هي 10 بت، 10 بتات. نجي ناخذ مثال اخر، تطبيق مباشر وسهل. How many bit can be affected by noise if data is sent at the rate ناطنيها 1 ميجا بت بير سكند، الميجا ضربه في 10 أس 6. إذا كان 2 ميجا 2 في 10 أس 6، 3 ميجا 3 في 10 أس 6، 0.1 ميجا 0.1 في 10 أس 6 وهكذا. النويز ناطنيها 0.01 in second، ما عندي مشكلة. إذا number of bit can be affected عبارة عن النويز بالسكند، والبت ريت عبارة عن البت على سكند، لذلك النويز عندي بالسكن ما عندي مشكلة، والبت ريت عندي بالميجا ضربتها في 10 أس 6 تحولت إلى بت على سكن، سكن ويا سكن يبقى لي البت. حاصل ضربه هو 10,000 بت، عدد البتات اللي تغيرت من 0 إلى 1 أو من 1 إلى 0 أو الأفكتد. بعد ما تكلمنا على أنواع الإيرور، وتكلمنا على عدد شلون نحسب عدد البتات المصابه خلال فتره معينه باستخدام قانون البت ريت، نمبر اوف بت كان بي افكتد عباره عن حاصل ضرب النويز في البت ريت، ايضا راح نجي نتكلم على الايرور كنترول. الايرور كنترول يعتمد، اللي هو موضوع اساسا موضوع هذا الفصل، يعتمد على نقطتين. اول شيء الايرور ديتكشن، يتحسس الايرور، والايرور كوركشن ويصحح البتات اللي تم تغييرها اثناء عمليه انتقالها بسبب تاثرها بالنويز.
نجي على الايرور ديتكشن. الايرور ديتكشن هو تحسس البتات المصابه. ايرور ديتكشن انفولف تشيكينج ويذر اني ايرور هاز اكيورد اور نوت، انه ممكن اي تغير حصل على الداتا او ما حصل عليها اي تغيير. هذا هو الايرور ديتكشن، تحسس انه انا في حال حصول تغير بالبتات. الايرور ديتكشن فكرته هو اضافه ريدندسي. شلون يتحسس؟ باضافه الريدندسي. شنو هو الريدندسي؟ هو اضافه ادينج اكسترا بت فور ديتكتنج ايرور، اضيف بتات اضافيه اضيفها بالسندنج سايد واحجبها او امسحها بالريسيفنج سايد. اضيف بتات، طبعا منو يضيف؟ يا لاير سبق وان قلنا اللاير اللي تضيف البتات لتحسس الاخطاء هي الديتا لينك لاير، وتضيفها بالتريلر في نهايه المقطع، وقلنا هي اللاير الوحيده اللي تضيف في نهايه المقطع. نجي على الجزء الثاني الايرور كوركشن، تصحيح الاخطاء. الايرور كوركشن هو تصحيح البتات، يعني ورا ما تحسسناها لازم نعرف موقع البتات اللي تم تغييرها وبالتالي تصحيحها. اذا location of the bit can be affected and then correct it، يعني نتحسس البتات اللي موقعها اللي تم تغييرها وبعدين نقوم بعملية تصحيحها. عملية الايرور ديتكشن والكوركشن لها خوارزميات. عملية الايرور ديتكشن لها تبع عدة خوارزميات. خلينا نتعرف على هذه الطرق والخوارزمية لكل طريقة. الايرور ديتكشن مثل ما قلنا هو يعتمد على فكرة concept of redundancy، على فكرة redundancy. شنو تعريف redundancy؟ adding extra bit for detecting error at the destination. وين يتحسسه؟ بالdestination. وين يضيفه؟ بالsending side. وين يتم مسحه؟ بالreceiving side. إذا خلينا نجي التعريف الدقيق للredundancy، وتعريف كلش مهم، هو عبارة عن adding أو send more extra bit with data، أضيف إلى الداتا بتات إضافية. These bits are added by sender، وين تضاف؟ بالسندر. And deleted، وين تمسح؟ بالreceiving side. وهذه شنو فائدتها؟ These bits are used for error detection، فائدتها هي لتحسس الأخطاء أو لتحصل على الداتا. And correction، وأيضا تصحيحها إن أمكن. نجي الآلية راح تتم بالطريقة التالية. هاي الداتا مالتي عندي، هذا المقطع مال الداتا. أثناء عملية بالسيندنج سايد أو بالسيندر عندي في الدائرة جنريتنج فانكشن تولد لي بتات إضافية وفق خوارزميات معينة. كل طريقة لها خوارزمية. إذا عملية الإضافة ريدندسي، شوف هنا أضفنا أكثر اللي بلون أصفر، شوف أضفنا مجموعة بتات. من أقوم عملية الإرسال مو ارسل فقط الداتا، ارسل الداتا زائد الريدندسي، زائد الريدندسي. فتشوف هنا عملية هاي الداتا مالتي وضفت لها هذا الريدندسي، الجزء اللي هو خاص بعملية تحسس الاخطاء. اجي الى الجهة الثانية بالريسيفنج سايد، ايضا اكو ايضا دائرة تقوم بعملية حجب هذا او قراءة هذا الريدندسي، ومن طريق على باتباع الخوارزميات يتحسس انه هل هاي الداتا صالحه ام غير صالحه. اذا كانت الداتا ما بها اي ايرور يبقى بمعنى اكسبتد، واذا كان بها ايرور حيصير عمليه ريجكتد او رفضها. هاي هي الاليه الريدندسي، اضافه اكسترا بت للداتا وتكون اضافه بعمليه السيندنج سايد، وعمليه مسح هذه الاضافات او ديليت الاكسترا بت على الريسيفنج سايد. شوف ان انا بعدنا ايضا المسج مالتي اللي هي الداتا نرمز لها بالكي بت، عدد البتات نسميه كي. وبعد ما ضفنا لها بعد الجنريتر ويضيف لها المسج زائدا الريدندسي، اذا المسج زائدا الريدندسي عباره عن نسميه الام بت، او نقدر نقول الكي، كي زائدا الريدندسي. الكي زائدا الريدندسي بت هو نسميه الام بت او الكود وورد. بالريسيفنج اثناء انتقاله محتمل تتعرض الى نويز، فبالاستلام لازم استلم نفس الداتا مالتي، هاي نفس الداتا مالتي،
وايضا عن طريق الريدندسي اشيكها هل هي صالحه، اذا صالحه اقبلها، اذا كانت كوركت اقبلها، واذا كانت بيها ايرور ارفضها او نسوي لها ديسكارد. هاي هي الاليه الريدندسي. خلينا نجي تايبس اوف ريدندسي تشيكس، انواع الريدندسي. انواع الريدندسي عندنا اربع انواع، four types of redundancy. النوع الاول هو VRC vertical redundancy check، او نسميه called parity check. Parity check هو نفسه vertical redundancy check يسموه VRC. النوع الثاني اللي هو LRC او longitudinal redundancy، longitudinal redundancy check هو LRC. والنوع الثالث اللي هو cyclical redundancy check CRC، والنوع الرابع اللي هو checksum. لكل واحد من هاي الطرق إلا خوارزمية أو آلية متبعة. خلنا نجي على طريقة ناخذ. نجي على الطريقة الأولى اللي هي vertical redundancy check أو نسميه parity check. parity check أو vertical redundancy check يحتوي على نوعين. النوع الأول single bit party، والنوع الثاني two-dimensional bit party. السنجل نسميه one dimension والثاني two dimension. إذا سنجل one dimension والثاني اللي هو two dimension. شنو party check؟ party checking at the receiver can detect the presence of an error. يتحسس إنه أكو error بالداتا. اللي هو نوع من انواع التحسس الايرور اللي تحصل على الداتا اثناء انتقالها من السيندنج سايد الى الريسيفنج سايد. مثل ما قلنا خلينا نجي نتكلم عن الوان دايمنشن. الوان دايمنشن بارتي تشيكس ايضا يقسم الى نوعين، بي ايفن وبي اود. عمليه التغيير بالبتات هي اما من 0 الى 1 او من 1 الى 0. شلون عمليه الاضافه؟ الاضافه الى الداتا اللي نسميه redundancy باتباع طريقة single bit او نقول one dimension. one dimension even. اول شيء انه ال VRC يعتمد على عدد الواحدات، اتشيك عدد الواحدات number of one. شنو number of one؟ خلينا نجي ناخذ data. هاي data بها 0 1. عدد الواحدات يحدد لي عدد الاضافه. يعني شنو عدد الواحدات؟ اجي احسب لنا الواحده كم واحد عندي؟ 1 2 3 4، عدد الواحدات 4. هذا العدد زوجي، اذا كان زوجي اضيف 0 يعني عدد الواحدات. اذا كان زوجي اضيف 0. الار شو تضيف ريدندسي صفر، واذا كان فردي ريدندسي تكون واحد. هاي شو وقت؟ بالايفن. هذه بالايفن مثل ما قلنا بالايفن، اذا كان زوجي اضيف صفر، فردي اضيف واحد بالايفن. نجي على النوع الثاني الاود، ايضا على عدد الداتا مالتي حتى اضيف البارتي. البارتي اضيف على عدد الواحدة. خلنا ناخذ داتا هذه. هذه الداتا مالتي اذا استخدم طريقة الاود ايضا على عدد الواحدات. عدد يعتمد على عدد الواحدات. كم واحد عندي هنا؟ 1 2 3 4 5، عدد الواحدات 5 فردي. شوف اذا كان عندي زوجي او فردي، اذا كان عندي عدد خلينا نكتب لنا قانوناتنا عدد الواحدات بالاود، هذا بطريقه الاود. اذا كان زوجي شو تكون الاضافه؟ واذا كان فردي شو تكون الاضافه؟ اذا كان زوجي اضيف 1، واذا كان فردي اضيف 0. هاي بالاود. عكس الايفن، الايفن اذا كان زوجي اضيف صفر، واذا كان فردي اضيف واحد. هنا لا، بالاود
اذا كان زوجي اضيف واحد واذا كان فردي اضيف صفر. من هو الزوج والفردي؟ عدد الواحدات. اذا عدد الواحدات هو يحدد لي نوع الريدندسي، نوع الريدندسي اللي اضيفه بالديتا الى الديتا على عدد الواحدات. اذا ما يذكر لي بالسؤال ويحدد لي ايفن او اود، دائما ناخذ طريقه الايفن، دائما ناخذ طريقه الايفن. واحنا قلنا عندنا 1 دايمنشن و 2 دايمنشن، بال 2 دايمنشن دائما ناخذ طريقه الايفن الا اذا هو حدد لي. زين خلينا نجي ناخذ او ناخذ فد ملاحظه. يقول لك ان سنجل ايرور بارتي تشيك كان نوت ديتكت ايفن نمبر اوف ايرور. شنو يعني مقصدها؟ يعني اذا كان عندي هاي العدد الواحدات فردي او زوجي ما لي شغله بيها، بس عدد البتات المتغيره، خلينا نقول الديتا مالتي كانت 0 1 0 هذه الديتا مالتي، الديتا مالتي من اثناء عمليه الارسال تغيرت، كم بتتغير من عندها؟ عدد البتات المتغيره، ما لي شغله هسه بالايفن والاود بطريقه البارتي، لا عدد البتات اللي تغيرت، خلينا نقول البتات اللي تغيرت هذه، هذا البت تغير وهذا البت تغير، خلينا نجي نكتبها، كم بتتغير؟ 2. من يتغير بتين ما راح تاثر على الاضافه. يعني اذا كان عدد تغييرات ان سنجل ايرور بارتي تشيك كان نو ديتكت ايفن نمبر اوف ايرور. شوف هذا عدد البتات تغيرت 2 زوجي 2 4 6 8 10. اذا عدد البتات تغيرت زوجي ما راح تاثر على عدد الواحدات. خلينا نشوف هنا الاضافه ايش راح تصير. ريدندسي عدد الواحدات 1 2 3 4 5 عدد الواحدات 5. فردي انا دا استخدم الايفن، شو اضيف اذا فردي؟ اضيف واحد. خلينا نشوف هاي البتات اللي حطيتها بالاصفر، حنشوفها اغيرها من 1 الى 0. اعيد من 1 الى 0. خلينا احطها باللون الاحمر، هاي الواحد وهاي الواحد، 2 تغيرها. خلينا اكتبه 0، الواحد صار هذا 0، اللي بعده 0 1، وايضا اللي بعده صار 0، اللي بعده 0 1 1. البتات اللي تغيرت هذا البت وهذا البت، كم بت تغير؟ 2. كم بت تغير؟ 2. شوف حنشوف حيأثر على الإضافة، شوف حتصير الإضافة نفس الشيء هم 1. خلينا نجي نحسب عدد الواحدات، عدد الواحدات 1 2 3، عدد الواحدات 3، الإضافة ايش قد تكون؟ عدد الواحدات 3. إذا 3 بالإيفن، إذا فردي بالإيفن ايش قد أضيف؟ أضيف 1. شوف أنا هنا ايش ضفت؟ كنت ضايف 1، فأثر لي ما أثر لي؟ ما تأثر. هنا شنو ما معناه؟ بمعنى إذا صار التغيير بالبتات أثناء تعرض للنويز 2 4 6 8 ما راح يتحسس لي الإيرور أصلاً، هاي الطريقة إذا تكون فاشلة. اذا صار تغير بالبتات اكثر من يعني قصدي عددهم زوجي، سواء اتبعنا بالايفن او بالاود، سواء كان بطريقه الايفن او الاود راح نشوف انه هذا الريدندسي، هذا الريدندسي ما راح ياثر، يعني حتبقى الحاله اذا كان زوجي حسب اتباع الايفن او الاود، زوجي او فردي ما راح تاثر. الستركتشر مالتي حيكون بالشكل التالي ايضا، هاي الداتا وور بعد الجنريتر حضيف ريدندسي، ريدندسي هو بت واحد هنا راح اضيف بالبارتي، راح اضيف بالبارتي اضيف بت واحد سواء بالسنجل او بال يعني بالوان دايمنشن او بالتو دايمنشن. انتقلت الداتا مالتي مع البارتي اللي هو البت واحد، ايضا راح تروح على تشيكينج ورا ما تتحسس تعزل هذا الاضافه اللي ضفناه ريدندسي، وعن طريقه تحسس انه هل بيها ايرور وما بيها، اذا ما بيها ايرور تقبلها واذا بيها ايرور راح ترفضها. بس قلنا اذا كان عدد البتات اللي تغيرت عددهن زوجي ما راح يتحسسها.
اذا كان عدد البتات اللي انصابت او تغيرت من 0 1 او 1 الى 0 سواء باتباع طريقه الاود او الايفن. طريقه الاود او الايفن ما راح يتحسس سواء كان بالوان دايمنشن يعني عفوا بالوان دايمنشن ما راح يتحسس. بالوان دايمنشن ما راح يتحسس. خلينا ناخذ مثال على الوان دايمنشن بارتي تشيكس بالايفن والاود. المثال الاول يقول لك suppose that او that a sender want to send data. نعطيني الداتا هاي الاول الثاني الثالث الرابع اربع مقاطع. هذا الاول ثاني ثالث رابع اربع مقاطع. يقول لي باستخدام الوان دايمنشن الايفن بارتي اكتب لي الاضافات البت البارتي بت والسندر وتحسس لي بالسيندنج سايد بالريسيفنج سايد. هاي الداتا دا يقول لك اعطاني اياها يجوز تغيرت يجوز ما تغيرت. هل هي حيتحسسها او ما يتحسسها؟ خلينا نجي على المقطع الاول. اجي على عدد الواحدات كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثه. احنا قلنا ناخذ الايفن ثلاثه عددهم فردي شضيف لازم اضيف واحد. الجزء الثاني او المقطع الثاني قبل ما اروح المقطع الثاني خل اجيب على بالسندنج سايد. هاي انا اشرح احط الداتا نفسها زائدا الواحد يعني اجي اكتبها واحد صفر 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 واحد صفر واحد واضيف الواحد اللي هو وياه. نجي على بعده عدد الواحدات واحد اثنين زوجي بالزوجي شضيف اضيف صفر اذا شضيف هنا أنا اضيف صفر. الداتا ايش راح تكون؟ تكون واحد صفر 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 واحد والإضافة تكون شو تكون؟ تكون هي الصفر. نجي على الثالث عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة فردي بالفردي شضيف أضيف واحد. إذا أكتب الداتا كلها واحد صفر 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 واحد واحد والإضافة هي اللي أنا ضفتها أيضا واحد. على اخر مقطع عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة عددهم اربعة اضافة ايش راح تصير؟ بما انه هو زوجي اضيف صفر الاضافة حتكون صفر. المقطع ايش راح يكون؟ ثلاث واحدات ثلاثة صفارة واحد مع الاضافة اللي هي كانت قيمتها صفر. كملنا هذا الجزء نجي على ريسيفنج سايد. هسه ريسيفنج سايد شباب ايضا اخر بت حلونا باللون الاصفر لكل جزء. نجي على اول واحد على اول واحد عدد الواحدات ايش قد؟ واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اذا كان فردي لازم شضيف اضيف واحد. اني فعلا اللون الاصفر شوفه قيمته واحد اذا انا اكسبتد لو ريجكتد اذا اكسبت اذا اقدر اقول هسه اكسبت يقبله ريزلت اكسبت. نجي لبعده عدد الواحدات واحد اثنين زوجي لازم اضيف صفر واني فعلا ضايف صفر اذا ايضا اكسبت. نجي لبعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة فردي لازم اضيف واحد واني فعلا ضايف واحد اذا هذا ايضا اكسبت. اخر واحد عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة عدد الواحدات ثلاثة فردي بالفردي لازم شضيف بالفردي لازم اضيف صفر واني ضايف صفر بالفردي لازم اضيف صفر واني ضايف صفر. لازم عفوا اضيف واحد لازم اضيف واحد بس اني ضايف صفر بمعنى هاي الداتا ما تشبيهها بها ايرور. اذا شنو حتكون؟ تكون الداتا ما تبيها ايرور. لازم ثلاث قلنا فردي باتباع الايفن لازم اضيف واحد بس اني ضايف صفر اذا الداتا ما تشبيهها بها ايرور. نجي ناخذ سؤال اخر نفس مشابه للسؤال بس باتباع طريقه الاود ايضا. يقول لك suppose the sender want to send نعطيك الداتا هاي مقاطع الداتا
يقول لك استخدام الوان دايمنشن بس بطريقة الاود. قلنا بالاود شو نقول؟ عدد الواحدات. اذا كان زوجي اضيف بالاود، بالزوجي اضيف واحد، وبالفردي اضيف صفر. خلينا نجي على اول واحد، عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة، اذا هو شنو فردي؟ شو اضيف؟ اضيف صفر. بعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة فردي، شو اضيف؟ اضيف صفر. بعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة زوجي، شو اضيف؟ اضيف واحد. بعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فردي، شو اضيف؟ اضيف صفر. والبعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة زوجي، شو اضيف؟ اضيف واحد. اذا هسه اجي على المقطع اكتبهم نفس نزله هذا زائد الصفر، اضيفه بصفه. يعني ايش راح يصير؟ واحد صفر 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 واحد صفر واحد صفر. البعده واحد صفر صفر واحد صفر صفر واحد صفر. البعده واحد واحد صفر 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 واحد واحد، واضيف واحد. البعده واحد 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 اربع وحدات، صفرين واحد، واضيف ايضا هذا الصفر. واخر مقطع اللي هو واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد، واضيف المقطع واحد. كملنا هذا الجزء. نجي هسه على ريسيفنج سايد. احنا ايش قلنا؟ قلنا اخر اخر بت هو على اساسه نحسب. هذا شوفوا صفر صفر واحد اللي لونته باللون الاخضر. خلينا نجي عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة. اربعة زوجي لازم الاضافة شو تكون؟ تكون واحد، بس هي كانت صفر، اذا هذا ايرور. نجي المقطع الثاني، عدد الواحدات واحد اثنين زوجي لازم يكون بالزوجي واحد، انا ايش ضايف؟ او انا ضايف انه صفر، اذا هذا ايضا بايرور. نجي على البعده، البعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمس واحدات اللي هي فردي لازم صفر، بس انا ايش ضايفين هنا؟ انا ضايفين واحد، اذا هذا بايرور. نجي البعده، عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، كم واحد؟ خمس واحدات، خمس واحدات فردي لازم اضيف صفر، خمس واحدات فردي لازم اضيف صفر، اني ضايف صفر اذا هذا اكسب. البعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة اربعة زوجي لازم اضيف واحد، واني ضايف واحد اذا هذا اكسبت. وهذا السؤال حل السؤال ايضا. هذا الوان دايمنشن باتباع طريقه الايفن والاود. الوان دايمنشن ايفن والاود. نجي على التو دايمنشن. شوف نجي السؤال هنا بالتو دايمنشن، يقول لك يوزنج تو دايمنشن بارتي تشيك find a message or find the message to be sent if you have the following data message. سترين ناطيني الداتا، مقطع الاول الثاني الثالث اربع، اربع مقاطع. اجي اكتب الاربع مقاطع، اسف هاي الاربع مقاطع ارتبها عموديين، مقطع الاول الثاني الثالث الرابع، واسوي على اليمين اضيف والى الاسفل ايضا اضيف. اذا اني هذه اللي ححطها باللون الاخضر هاي الداتا مالتي. مثل ما قلنا دائما اذا ما يذكر لي طريقه الاود او ايفن دائما اتبع طريقه الايفن، وخاصه بالتو دايمنشن اتبع طريقه الايفن. اجي على عدد الواحدات، كم واحد بالعمود؟ هسه شوف عليها، حمشي على هذا الصف، الصف الاول، كم عدد الواحدات؟ واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمس واحدات يعني فردي، شضيف أضيف واحد. أجي بعده واحد اثنين، خلنا نأخذ غير لون، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عدد الواحدات خمسة فردي، شضيف أضيف ضفت واحد. بعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة أربعة زوجي أضيف صفر. البعده عدد الواحدات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ايش راح أضيف؟
اضيف واحد لان فردي. هاي اشتغلنا هسه افقي 2 دايمنشن. هسه نشتغل عمودي من الاعلى. نجي نبدي من اليسار. عدد الواحدات خلينا نمسح لني حتى نحسب من جديد. عدد الواحدات 1 2 3 عددهم فردي، بالفردي شضيف ضفت 1. عدد الواحدات 1 2 زوجي ضفت 0. عدد الواحدات 1 هذا العمود الثالث، هذا 1 1 زوجي ضفت 0. عدد العمود او عدد الوحدات في هذا العمود الرابع 1 2 3 فردي ضفنا 1، والبعد العمود عدد الوحدات 1 2 زوجي ضفنا 0، والبعد العمود عدد الوحدات 1 ضفت فردي اللي هو فردي ضفت 1، والعمود اللي بعده 1 2 3 ثلاث وحدات ايضا فردي اضيف 1، والعمود الاخير 1 2 3 فردي ايضا اضيف 1. وايضا على اللي هذا الصفوف اللي وجدناها ايضا هذا العمود اللي انا وجدته ايضا هم اتاكد من عنده. كم عدد الوحدات؟ 1 2 3 فردي لازم يكون اضافه 1 ضفنا 1، واتاكد ايضا من عنده بالافقي اللي هو عدد الوحدات 1 2 3 4 5 خمس وحدات، اذا لازم اضيف 1 وفعلا انا ضايف 1، اذا حلي صحيح. هسه شنو هي الديتا اللي لازم ارسلها؟ شلون ارسلها؟ بعد اجي على المقطع الاول ضفت له الواحد، المقطع الثاني ضفت له المقطع مالته، ياهو يعني ضفت له مين؟ هذا المقطع الاول، هذا المقطع الثاني، وهذا المقطع الثالث مع الاضافه، وهذا المقطع الرابع، والمقطع الخامس اللي هو اني اللي وجدته كله اللي هذا اللي باللون الاحمر. اذا شو اضيف اني المقطع الاول والثاني والثالث والرابع مع الريدندسي مالته، وايضا اضيف مقطع الاخير ايضا هو ايضا بريدندسي مالته، يعني لكل مقطع لكل جزء اضيف له ريدندسي، وللكل ايضا اضيف ريدندسي. هذا يسموه التو دايمنشن. هاي نقطه مهمه، البعض ينسى ما يضيف هذني اللي ضفناها افقيا، فقط يضيف العموديه، وهذا خطا. لازم اضيف الافقيه والعموديه، اضيف الافقيه والعامودية، أضيف الأفقية والعامودية لكل ديتا. الإضافة كانت، شوف هاي إضافة وهاي إضافة وهاي إضافة، وأيضا هذا المقطع هو المضاف. هذا هو التو دايمنشن. نجي على الطريقة الثانية نسميها longitudinal redundancy check، العامودية. العامودية حتكون بالطريقة التالية، يقول لك خلينا ناخذ مثال حتى نتوضح ان ايضا هي اضافت على عدد الواحدات، ودائما نستخدم الايفن، دائما نستخدم الايفن ايضا على طريق على اضافه البتات على عدد الواحدات، ونستخدم الايفن نستخدمها عموديا، او راح تصير العمليه عموديا. يعني هاي الداتا يقول لك using longitudinal redundancy check find the message to be sent if you have the following data message stream. ناطيني هذا المقطع الاول والثاني والثالث والرابع، ارتبهم عامودي. هاي الداتا مالتي رتبتهم عموديا، هذا الاول ثاني ثالث رابع. شلون العمليه راح تتم؟ شلون العمليه راح تتم؟ ايضا على عدد الواحدات نبدي خليه من اليمين، على 1 2 3 4 زوجي ضفت ضفت 0، العمود اللي بعده 1 فردي ضفت 1، البعده 1 2 2 زوجي ضفت 0. شوف دا نتبع طريقة الايفن، لا تنسى بالعمودي هم الاي دائما، اذا ما يقول لك ايفن بس هي دائما بالعمودي الايفن. نجي العمود اللي بعده عدد الوحدات 1 2 3 شضيف اضيف 1 2 فردي، البعده عدد الوحدات 2 زوجي ضفت 0، البعده عدد الوحدات 1 2 3 3 فردي ضفت 1، البعده عدد الواحدات 1 2 زوجي ضفت 0، والاخر عمود 1 2 3 فردي ضفت 1. الديتا هنا مالتي شغلي ايش اضيف؟ اضيف فقط هذا العمود اللي ضفته اني، او هذا الصف اللي ضفته عن طريق العمود. يعني الديتا مالتي تبقى نفسها، ديتا المقطع الاول والثاني والثالث والرابع ما بي اضافات،
فقط ضفت ال LRC. هذه الإضافة نسميها LRC Longitudinal Redundancy Check. Longitudinal Redundancy Check ل LRC هو فقط تكون عملية عمودية بال 2 Dimension أفقي وعمودي، بال 1 Dimension فقط الأفقي. وبالاعتماد على عدد الواحدة، عدد الإضافات تكون بالاعتماد على عدد الواحدات. اكو طبعا طريقة الايفن واكو طريقة الاود. اذا ما يذكرنا للتأكيد نتبع طريقة الايفن، نتبع طريقة الايفن. زين، اكو فد نقطة ايضا مهمة باللونج بالال ار سي، هاي ايضا او ملاحظة مهمة. يقول لك اذا اتغيرت if two bits in one data unit are damaged، واحدة من الداتا مالتي صار بيها 2 بتات تغيرت، شوف هذا بت، شوف هنا وهذا بت، وبالمقطع الثاني ايضا 2 بت تغير بنفس الموقع، يعني شوف هذا جاء موقع 1 2 3 4 هذا الخمسه، وهذا 1 2 3 4 هذا الخمسه، والبعده السابع، والبعده هنا السابع. اذا تغيروا اثنين في مقطعين في نفس الموقع هنا، هل حيتحسس؟ لا، ما راح يتحسس، راح يشوف انه كله صحيح هو، بس هو بالواقع خطا. خلينا نجربها نشوف. هذا المقطع الاول، المقطع الثاني، المقطع الثالث، المقطع الرابع. نفس الديتا قبل شوي وصلتني بس بيها متغير هذا البت وهذا البت. شوف ذني المتغير هذا، خلينا نسويه بلون اخر اللي هي باللون الاحمر، نحطها داخل مربعات باللون الازرق. هاي متغيرة بس حجي من اجي اشيك بالال ار سي حشوفه ايضا الال ار سي ما متغير، حيعطيني كانه هي ما بيها اي تغير. ليش؟ لان ايش قد صار ايضا؟ صار تغير بالعمود زوجي. احنا قبل شوية قلنا اذا تكون تغير زوجي او فردي، العفو زوجي 2 4 6 8 سواء كان بالاود والايفن ما راح يتحسسه، بالعمودي نفس الشيء. اذا بس شنو حيكون؟ حيكون بالمقطع واحد من الديتا تغير ب 2 والمقطع الثاني تغير ب 2 في نفس المواقع ما راح يتحسس في بالـ LRC. هاي نقطة كلش مهمة. If 2 bit in one data unit are damaged and 2 bit in exactly the same position في نفس المواقع in another data unit are also damaged, LRC check will not detect an error. يعني هنا بتين وهنا بتين في نفس المواقع، موقع 5 و7 صار تغير بهم، ما راح يتحسس، راح يقبلها. شوف شوف البار عندك هنا نفسها، هي ما بيها تكون تغير، مع انه هو عندي اني البتات مصابه. فاذا هاي نقطه كلش مهمه هنا، اذا هاي الملاحظه مهمه. اذا 2 bit in one data unit are damaged and 2 bit in exactly the same position in another data unit are also damaged, the LRC checker will not detect an error. ما راح يتحسس هذا الايرور. الى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، اتمنى تكون استفاديتوا من عدها، وان شاء الله نلتقي وياكم في محاضرات قادمه، وشكرا جزيلا.